هناك بس هل هناك نهاية للفساد؟ أي ممكن إذا مجلس النواب قام بدورة ممكن أن يكون هناك الآن أكو كبح؟ أي بعد ما صار أكو المسائل مستمرة مثلا أكو فقرة مادة 36 بالميزانية ما راح نعالج بها هذه تخويل الحكومة بإجراء عقود بالآجل ب 18 تريليون دينار العقود اللي صارت بالآجل الكبيرة ما مشت حسب نظام المناقصات رقم 1 لسنة 2008 تعطى لشركات مثلا تم الاتفاق مع شركة كورية تبني محطات كهرباء على أساس الدفع الآجل ما صار منافسة ويا شركات أخرى لم تطرح في السوق وهاي فيها أنه كأنه ما أدري أني ما أعرف بس دا أقول لك شنو هاي ليش يصير هالشكل ثمن الميجا راح تلغوها هاي ما نقدر وقعت العراق ودفع فلوس ما أدري راح تلغى إحنا طرحنا إلغائها أنا اللجنة مالتنا طرحت إلغاء على ذكر الكهرباء أنت أثرت الكهرباء إيش قد أمال العراقية راحت أنا قدر ما مكاذيب الكهرباء ما صرف على الكهرباء من 2004 إلى اليوم 27 مليار دولار أكثر بعد شوي يمكن هذه بالمقاييس الفنية وبلغة الأرقام أي هذه تسوي لك إذا قلنا 7 مليار على الشبكات والكذا تسوي لك لازم على الأقل 20 ألف ميجاوات جديد 20,000 يغطي العراق لا العراق حاجته الآن 17,500 كل سنة دا يزيد 1500 ميجاوات طلب بالذروة يعني وإنتاج المنظومة ثابت ويدهور يرجع لي ورق. الإنتاج المنظومة بمشكلة الإنتاج المنظومة مش وين المشكلة دكتور الآن أنت المشكلة أنت وزير كهرباء الآن المشكلة مال الكهرباء هي ليست فقط مشكلة وزارة الكهرباء هي مشكلة الدولة العراقية أساليب التعاقد الفساد عدم فهم الأدوات المالية المطروحة أكو سبب سياسي كبير أمريكي شنو أمريكا؟ ما تقبل إيران عندها فائض كهرباء ما يقبلون نشتري منهم يسوون كان ما يقبلون؟ اي الأمريكان طلعوا اي بس شي يسوون شوف يجون الأمريكان مو احنا سيادة عندنا الآن؟ نعم بس هو شو يقول لك؟ يقول لك احنا مسوين عقوبات على إيران يابا العقوبات هذه مالكم مو الأمم المتحدة يقول لك انتم ما يخالف هاي عقوبات مالتنا لكن إذا أحد يتعامل ويا إيران نخليه بالعقوبات احنا أي بنك مالكم يتعامل مع الشركات الإيرانية اللي عليها حظر احنا نخليه بالقائمة السوداء تخاف الناس هنا تخاف خلي الحكومة البنك المركزي يتعامل ما يقدر ما يخافون البنك المركزي يخاف عنده أمواله موجودة بالخارج منعون التعامل يقول لك هالشكل هذا هاي الطريقة يجي موظف من السفارة الأمريكية يروح إلى البنك المركزي يقولهم إذا تسمحون للبنوك يدفعون الفلوس هذه إلى هالبنك الإيراني إحنا نخليكم يعني حظرهم يصيرون تحت الحظر ويجون على مثلا روحنا البنك العراقي للتجارة يقولون نفس الشيء يصير قلق بالحكومة شو راح نسوي فزع يصير زين هو منو أجدد تشتري كهرباء من إيران لو أنت تنتج كهرباء إحنا ننتج جدوى اسمع الجدوى إحنا ننتج كهرباء بس اسمع إحنا اشترينا 56 مولدة بطاقة 125 ميجاوات للواحدة منها من شركة جنرال إلكتريك ودفعنا ثمنها نقدا سنة 2009 ووصلت إلى العراق بيش وصلت كلها؟ وصلت المحطة الواحدة المولدة الواحدة مصلخة يعني بس مولدة 44 مليون دولار الواحدة اضربها في 56 يطلعك الجواب موجود اشترينا من شركة سيمنز كذلك 10 مولدات طاقة 265 و6 مولدات طاقة 165 هذه هم وصلت صار لها 3 سنين موجودة بالعراق احنا استخدمت؟ دقيقة بعد ولا واحدة منها انطينا عقود الى شركه تركيه تسوي محطتين واحده بكربلاء وواحده بالبصره وهم يقولون هسه بيها تعثر بالموضوع هاي المحطات تطلع 7000 ميجا وات احنا اشترينا محطات مولدات موجوده بالعراق الان بطاقه سنه 2009 اشتريناها بطاقه 11000 ميجا وات ولا واحده منها الان تنتج ليش لان الاتي الحكومه قالوا ما عندنا فلوس نسوي عقود
حتى نبني المحطات. طيب ليش اشتريتوا هالكمية؟ عشان اشتريتوا نص وسويتوا بالفلوس الباقية بنيت المحطة. طيب خلصنا منها. لا المولدات ليش ما تشتغل؟ ما منصوبة. ليش ما منصوبة؟ لأنه الحكومة لم حتى الآن لا قدرة تتلزم العطاءات غير قلت لك إياها لهذه. وسد يسوون أكو مفاوضات يلزمون بعض عطاءات بعد 3 سنين لبعض المحطات. والشيء الثاني أنه لم يقبل الحكومة العراقية ما قبلت أن تسوي كهرباء عن طريق القطاع الخاص. صارت مفاوضات وصار طولة المفاوضات بعدين ما قالوا لهم نروح نسوي. لا هو هاي المولدات يفترض وين تنصب؟ بالعراق كل مناطق العراق. هسه اكو اجيب لك مثلا بالعراق صار شيء ناجح بهالموضوع باقليم كردستان. واحد مستثمر بال2008 اجى استقرض من بنك العراقي للتجارة لقاء ضمانات وحكومة اقليم كردستان التزمت وياه تنطي وقود وتشتري منه الكهرباء. سوى كهرباء الان عنده انتاج كهرباء باقليم كردستان 2250 ميجا وات، يعني 40% من ما ينتج الحكومه العراقيه. هذا سواها بدا باربيلس اول وحده سواها 11 شهر وعندهم كهرباء 24 ساعه. يصير بالعراق ممكن. اكو اموال واكو تمويل واكو ادوات. اجى جابوه لبغداد قالوا له تعال اتفق ويانا سوي واخذ محطه بالبصره. شاف ما حد يلتزم وياه شال غراضه وراح. مقصوده مو اكو سوء تدبير. ما اعرف سوء تدبير او سوء نيه ما ادري. ما اقدر اجاوبك على هالكلام، لكن الحقيقه انه ماكو كهرباء. ما اعرف ما طيب بس مو اني ما داخل بنوايا الناس ولا قاعد وياهم بالاجتماعات. انا اقيس من برا، اقيس اعرف اشتروا ودفعوا. انا اعلم انه دفعوا اموال ثمن محطات الكهرباء وجابوها للعراق، واعرف انه هالمحطات جت بال2009 والى الان ماكو انتاج منها. ما اجيب لك مثل على هالموضوع. احنا هالاوضاع مالتنا مال الكهرباء لا يمكن ان يحل بوزاره كهرباء واحده ما تقدر. صارت عقود، هذا سوى عقود ويا شركتين، واحده كنديه واحده المانيه. شركات يعني بالشركه الكنديه خصوصا ما لها وجود. نطوها اول عقد تاخذه يمكن هذا من العراق بمليار دولار. بعدين الألمانية الشركة ب 625 مليون دولار يمكن. شكرا لك دكتور أحمد الشلبي على هذا الحديث وعلى هذه الأرقام التي ترسم في ذهن المواطن صورة حقيقية لما يجري. مشاهدينا الكرام شكرا لإصغائكم، ألتقيكم في حوارات أخرى مع ضيوف آخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.